اهلا بكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. احيانا لما بتفتح الكمبيوتر تلاقيه مش شغال، وتلاقي الشاشة السوداء دي وبيعطيك رسالة بتقول put manager is compressed press control alt delete to restart. ولما تعمل control alt delete ما بيحصلش انك بيحصل ريستارت، ولكن بتديك نفس الرسالة مرة تانية. طب ايه الحكاية؟ في خاصية في الويندو انك تعمل كومبريس للملفات علشان تقدر توفر مساحة على الهارد. احيانا بعض الملفات المهمة بالنسبة للويندو بيحصل لها كومبريس، وبالتالي اللي هي مهمة في ان الويندو تقوم وتأدي عملها، وبالتالي الويندو بتقف ما بتشتغلش زي ما انت شايفين، ويديك الرسالة دي بيعرفك ايه المشكلة. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ طبعا لو المشكلة دي مش راجعة لانها هاردوير، مشكلة في الهاردوير، لو هي سوفت وير بس فده سهل جدا. اولا بنروح على البايوس بتاع البرنامج، ودوت بيحصل لو نضرب على F2 او F10 او اسكيب كي او ديل كي ديليت كي قبل ما تبدأ الويندو، يعني نشغل الكمبيوتر تاني قبل ما يبدأ اي حاجة نضغط على المفاتيح دي او واحد من المفاتيح. بيديني البايوس، مش شرط تكون الشاشة بهذا الشكل. دي بتقدر تغير منها انك انت تقوم من خلال السي دي اللي هتحطها بعد كده. طبعا ايه السي دي دي؟ دي السي دي بتاعت الانستليشن ديسك اللي انت اصلا حملت برنامج الويندو منها. ادي بعد ما بنحطها بيحصل ايه بقى؟ بنشغل الكمبيوتر فبيبدأ يقوم اولا من السي دي، واحسن نخليه على هذه الصفة. طبعا ده بيعطل شوية لكن احسن لشغل. دلوقتي بيقول لك بريس ان كي تو ستارت فروم سي دي، هتضغط على اي كي وغالبا الانتر، ماشي مفيش مشكلة. بيبدأ يحمل الملفات بتاعت الويندو من السي دي، وبيبدأ ايه عايز يسطب ويندو كالمعتاد. بنضرب نيكست، ولكن ما بنقولوش انستول ويندو بقى واللي هيعمل فرماتة للسي، لا بنقوله ستارت ريبير. بنختار ريبير ونضرب على نيكست، وبيبدأ هو يعمل اوتوماتيك ريبير، بيقنن السيستم الموجود على البتاع اللي هو موجود في الستيشن ديسك، يعوض الملفات دي. نختار السيستم اللي احنا عايزينه، لان ممكن يكون عندك اكتر من سيستم. اهو ويندو 7، انا عندي سيستم واحد اللي هو ويندو 7، وبنقول لود درايفر، يعني حمل الدرايفر بتاعتك. بيبدا تظهر لي الرساله دي، بقول اوكي. بيديني بقى ايه انترنت، بيديني الاكسبلورر بتاع الويندو، بنلاقي الكمبيوتر وايه البارتيشن الموجوده فيه. بنروح على البارتيشن اللي محمل عليه الويندو، وهو غالبا السي عند معظمنا، ونختار نضرب رايت كليك ونختار بروبرتيز. بيديني اللي انت شايفه ده ومكتوب كومبريس تحتها. بنلغي الكومبريس ديت للملفات اللي موجوده على السي، وبنتاكد ان مش بس الملفات ان كومبريس، انها كمان التشنج دوت حصل للسي ولكل ما هو سب فولدر، لان الويندو هي سب فولدر من السي. فاحنا لو لازم نكون متاكدين انه ابلاي تشنجز تو درايف سي اند سب فولدر اند فايلز، وان الموضوع ان كومبريس. يو هاف تشوزن to made uncompress زي ما انت شايف كده. وبعد بياخد لحظات وبيبدا يفتح الكمبيوتر تاني، وما تضغطش على اي مفتاح بقى، سيبه بقى عشان يفتح من الويندو اللي اتصلحت. بنلاقي على طول ان الستارت ويندو بتبدا تشتغل زي ما انتم شايفين اهو، معناها ان المشكله اتصلحت بكل بساطه، ما دام هي سوفت وير بروبلم ما هياش هارد وير بروبلم. وشكرا لكم على استماعكم لفوزي اكاديمي، وارجو انكم تشيروا هذا الفيديو، وكمان تعملوا لايك وتعملوا سبسكريبشن في القناه، لان ده مهم جدا، ومتشكر جدا ليكم. شكرا.